أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب، طلاب الصف التاسع في دروس جديدة من دروس التربية الإسلامية. في هذا الأسبوع عزيزي الطالب عليك أن تتعرف عن صفات الحروف التي تميز الحروف المفخمة، وأيضا يتعرف على مفهوم النذر. عزيزي الطالب، الراء من الحروف التي تفخم تارة وترقق تارة أخرى حسب حركتها أو حسب الحرف الذي قبلها. مخرج الراء من طرف اللسان مع ما يحاذيه من اللثة العلوية قريبة من مخرج النون. إن الراء في الكلمتين رحمة ومعروشات نطقت مفخمة لأنها جاءت من الكلمة الأولى مفتوحة والكلمة الثانية مضمومة. عليك عزيزي الطالب، الحالات التي تفخم فيها الراء هي أن تكون مفتوحة أو مضمومة كما في كلمة ردت، وأن تكون ساكنة وسبقت بحرف مفتوح كما في كلمة زرع، أو سبقت بحرف مضموم كما في كلمة مرساها. أن تكون ساكنة سكونا عارضا في نهاية الكلمة مثل الوقف على الراء في كلمة القمر، فإن الراء تسكن بسبب الوقف عليها، وعندئذ تفخم على أن يكون الحرف الذي قبلها إما مضموما أو مفتوحا. السكون العارض هو جعل حركة الحرف المتحركة في آخر كلمة سكونا بسبب الوقف عليها. إذا عزيزي الطالب، إن كانت مكسورة كسرا أصليا أو كسرا عارضا بمنع التقاط الساكنين هي الحالات التي ترقق فيها الراء. أيضا إذا كانت ساكنة وقبلها كسرة أصلية وليس بعدها حرف استعلاء، إذا كانت متحركة وسكنت بسبب الوقف عليها، وإذا كانت ساكنة بسبب الوقف عليها. النذر عزيزي الطالب هي من الطاعات التي يتقرب بها المسلم إلى الله تعالى، وقد بينت الشريعة الإسلامية أحكامه وضوابطه وحكم الوفاء به. العهد هو اتفاق بين طرفين مصحوبا بشروط يجب الوفاء بها. أما الوعد فهو أن يلزم الإنسان نفسه طواعية بأمر اتجاه إنسان آخر، أي هو التزام من طرف واحد. مفهوم النذر وحكم الوفاء به عزيزي الطالب هو أن يلزم الإنسان نفسه بطاعة ليست واجبة عليه تقربا إلى الله، وهو مشروع لمن يعلم من نفسه أنه قادر على الوفاء به. فإذا نذر الإنسان على نفسه طاعة مشروعة وجب عليه الوفاء بنذره، مثل أن ينذر صوم نافلة أو تأدية عمرة أو وصل رحم أو تصديق بصدقة. ومن النذر الواجب الوفاء به النذر المعلق، وهو أن ينذر المسلم نذرا يتقرب به إلى الله تعالى معلقا بحدوث شيء وينتفى به. فإذا قالت امرأة إن قدم ابني من السفر سالما فعليها الصدقة 100 دينار للفقراء والمساكين، فيجب عليها الوفاء بالنذر إن قدم ابنها من السفر سالما. حكم من عجز عن الوفاء بالنذر إن لم يستطع الناذر الوفاء بنذره بسبب ظروف منعه من ذلك، فإنه يكفر عن عدم الوفاء بالنذر بكفارة يمين. هو مثل أن ينذر إنسان أن يحج هذا العام عن أبيه المتوفي ولم يتمكن من ذلك، وكذلك الأمر في من نذر نذرا لا يستطيع الوفاء به، وتلحقه به مشقة كبيرة، مثل أن ينذر المسلم أن يقوم الليل يوميا، فإنه لا يجب عليه الوفاء بهذا النذر وعليه كفارة يمين. من أحكام النذر عزيز الطالب، لا ينعقد النذر إلا بالتلفظ به، فلو نوى شخص نذرا معينا ولم يتلفظ به فلا شيء عليه. لا ينعقد النذر إلا بتسميته، فلو نذر شخص نذرا من غير أن يحدد شيئا في نذره، أو لم يصح كان يقول لله علي نذرا ولم يسمي شيئا، ولكن تلزم الناذر كفارة يمين. إذا مات الناذر قبل أن يفي بالنذر فيجوز لولي الوفاء بنذره. فقد أذن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة الكرام أن يحج عن أخته التي نذرت تحج وماتت ولم توفي بنذرها. أيضا من صفات المؤمن الوفاء بالعهود والوعود مع الله تعالى ومع الناس والتزام تنفيذها. إذا عزيزي الطالب، بعد شرح درس النذر عليك أن تبين مفهوم النذر والنذر المعلق. وقلنا النذر المعلق هو أن ينذر المسلم نذرا يتقرب به إلى الله تعالى معلقا بحدود شيء ينتفع به. أيضا مفهوم النذر عزيزي الطالب هو أن يلزم الإنسان نفسه بطاعة ليست واجب عليه تقربا إلى الله تعالى، وهو مشروع لمن يعلم من نفسه أنه قادر على الوفاء به. والعهد هو اتفاق بين طرفين مصحوب بشروط يجب الوفاء بها. أما الوعد فهو أن يلزم الإنسان نفسه طواعية بأمر اتجاه إنسان آخر، أي هو التزام من طرف آخر. شاكرة لكم أعزائي الطلاب حسن استماعكم وتعاونكم.